إذا صلى المنفرد وخلف الصف وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثانية، فهل التنبيه بعد سلامه بعدم صحة صلاة المنفرد خلفه أمر واجب له أن يعيد الصلاة أو يعيد الركعة التي صلاها لوحده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وإذا كبر منفردا خلف الصف وركع مع الإمام فإنه لا تصح صلاته. أما لو جاء أحد ودخل معه قبل الركوع في الركعة الأولى له فإن صلاته صحيحة.